السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. ظلت دولة أوكرانيا وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تركز العين وتسلط الأضواء على إن هي هتقوم بضربة مضادة لروسيا. من خلال الضربة دي هتستعيد كل الأراضي اللي ضمتها روسيا ليها منذ شهر سبتمبر الماضي حتى اللحظة الراهنة، من بينها طبعا لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا وشبه جزيرة القرم اللي كانت روسيا ضمتها سنة 2014. فضلت أوكرانيا تلح على النقطة دي بطريقة لافتة للنظر، لدرجة ان البعض استغرب شمعنا. هو دايما في السياسة الحربية او في الاستراتيجيات العسكرية ما ينفعش انك انت تعلن وتقول انا هعمل كيت وكيت وكيت في مواجهة العدو، وإلا العدو اساسا هيستعد لسيادتك. ليه أوكرانيا بتقول كده؟ وليه أوكرانيا بتحاول تلفت الانتباه للضربة المضادة؟ الضربة المضادة ديت على حسها فلاديمير زيلانسكي رئيس أوكرانيا أخذ أسلحة غير عادية من قبل أمريكا ومن قبل دول الناتو كلها على بعضها، وبالذات ألمانيا وبريطانيا. أخذ أسلحة وأخذ دعم، عامل بالضبط زي عناصر جماعة الإخوان في قلب الدولة التركية في سنوات سابقة لما كانوا بيعقدوا مؤتمر صحفي ويقولوا احنا قررنا ان احنا نشكل المعارضة المصرية في الخارج، وقررنا ان احنا نحط مبادرة مش عارف مين في ايه عشان ايه. بعض الناس يقولك يا اخوانا هم هيعملوا ايه؟ السلطات المصرية عارفة كويس ان ده شغل تهريج وان هو شغل فرقعة. نكتشف اني عشان الدعم اللي هم بياخدوه من قبل سلطان الدم العثماني رجب طيب اردوغان، ومن قبل التنظيم الدولي لجماعة الاخوان، ومن قبل الدول الداعمة للفوضى في قلب الدولة المصرية، بياخدوا دعم كتير جدا وبيوصل لهم. ولذلك هم كل شوية اما يحتاجوا شوية دولارات وشيكات كده ولا حاجة، يروحوا عاقدين مؤتمر صحفي ويقولوا الخطة بتاعتنا كالاتي 1 2 3 4. لا هم عملوا ولا سكتوا ولا الكلام الفاضي ده كله. الهدف من شغل الفرقعة بتاعهم ده الدولارات. هي دي بالظبط نفس المسألة بتاعت أوكرانيا، لدرجة ان المتحدث باسم البيت الأبيض منذ ساعات قليلة قال يا اخوانا احنا عملنا كل حاجة علينا بخصوص أوكرانيا، وطبعا قرار توجيه الضربة المضادة لروسيا من قبل أوكرانيا المسؤول عنها قيادات أوكرانيا، وفي المقدمة منهم طبعا فلاديمير زيلانسكي رئيس أوكرانيا. فوجئنا بحاجة غريبة أو حاجة أغرب. روسيا بدأت تدك في قلب أوكرانيا إلى درجة إن هي ركعتها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ضربات متتالية بشكل شرس جدا. روسيا هو في إيه بالظبط؟ مفيش. يا ست روسيا، يا ست شفع الله، يا ست هلا هلا، ما توضحلنا إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ولا تصريح. كل التصريحات فقط لا غير. وزارة الدفاع الروسية تعلن في بيان رسمي احنا وجهنا ضربات لأوكرانيا كان من نتاجتها 1 2 3 4. طب ليه؟ شمعنا الضربات زادت في الايام الاخيرة؟ ثم كانت اخر ضربة موجهة لأوكرانيا منذ ساعات قليلة، فوجئنا ان روسيا دمرت احد السدود الاستراتيجية جدا، الى درجة ان بسبب تفجير السد ده من قبل القوات الروسية بدأت الكثير من القرى وعشرات المناطق والتجمعات السكنية تغرق في فيضان غير عادي، لدرجة ان السلطات الاوكرانية اصدرت تعليمات بالامس يا اخوانا بسرعة اخرجوا من المناطق بتاعة السد ديت بسرعة، لان في دمار وخراب يا دنيا خراب. في ذات الوقت اللي وزارة الدفاع الروسية ايضا اعلنت ان هي دمرت حشود من الدبابات بما فيها دبابات ليوبارد اللي هي كانوا بتفشخروا بيها ان هم هيمدوا بيها اوكرانيا، باعتبار ان الدبابات ديت لا يأتيها البطل من بين يديها ولا من خلفها. ايه يا اخوانا في ايه؟ شمعنا الضربات الروسية تركزت بالشكل ده؟ ايه اللي حصل؟ اتضح ويا لها ولما اتضح ان اوكرانيا كانت على وشك او ان هي بدأت تتحرك من اجل توجيه الضربة المضادة لروسيا. فجت روسيا عملت ايه؟ وجهت الضربات بتاعتها الى درجة ان هي وجهت اكبر لطمة لأوكرانيا ولكل دول الناتو.
تعالوا بينا حضراتكم شوفوا تداعيات الأحداث عشان تعرفوا الضربة القاضية أو الضربة المضادة بتاعت أوكرانيا كلها طلعت في شنك، وإن التجهيز من قبل دول الناتو لهذه الضربة دعما لأوكرانيا كلها بلوها في شوية مية وشربوها. عاوز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا، روسيا لم تعلن أن أوكرانيا وجهت الضربة المضادة بتاعتها وإن هي ردت عليها، إنما صور الأقمار الصناعية اللي تم تسريبها هي اللي كشفت الستار عن تحركات أوكرانيا بشكل قوي جدا، وأكدت أن أوكرانيا وجهت الضربة المضادة بتاعتها إلا أنه تم مواجهتها بشكل قوي، وقبل ما تتحرك كانت روسيا موجهة ضربات أقوى ليها. الجيش الأوكراني أعلن بعظمة لسانه في بيان رسمي بالأمس وقال بالحرف الواحد: لقد قامت القوات المسلحة الروسية بتفجير سد نوفا كوفكا بخيرسون. السد ده طبعا في منطقة خيرسون، وإن القصف الروسي هو السبب في تدمير هذا السد، وطبعا تم تدمير 4 توربينات كاملة في السد ده، وأوكرانيا أعلنت الطوارئ لضمان استمرار إمدادات المية. مسؤولون أوكرانيون أكدوا أن فيضانات بدأت تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو، وأن 22,000 شخص و14 حي سكني كامل اتأثروا بالفيضان الناتج عن القصف الروسي. ثم أعلن المسؤولين الأوكران أن هناك تهديد لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان. سلطات منطقة نوفا اللي هي منطقة السد يعني، أعلنت وقالت إن ارتفع مستوى المية ل 12 متر بسبب تدمير السد. حاكم منطقة خيرسون أعلن بدء عملية الإجلاء بالقرب من السد، وطبعا قال بالحرف الواحد أنه خلال ساعات سيصل منسوب المياه لمستوى حرج جدا، وقال إن حوالي 80 تجمعا سكنيا ستتأثر بدمار السد. وزير خارجية أوكرانيا قال في تصريحات له إن تدمير روسيا للسد أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود طويلة، وقال إن تدمير السد جريمة حرب شنيعة تعرض آلاف المدنيين للخطر. وزارة الداخلية الأوكرانية دعت سكان 10 قرى كاملة على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من مدينة خيرسون إلى جمع وثائقهم الأساسية وحيواناتهم الأليفة ووقف تشغيل الأجهزة الكهربائية ومغادرة المنطقة فورا. فلاديمير زيلانسكي رئيس أوكرانيا وصف تدمير سد نوفا أنه جريمة حرب، وإن روسيا استهدفت سد نوفا لإبطاء عملياتنا الهجومية، ثم قال إن هذه الجريمة تؤكد ضرورة طرد القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية. يا أخي اتليها على عينك، إذا كنت أنت كنت بتخطط أساسا للضربة المضادة، يعني معنى ذلك قرار الضربة كان في إيدك أنت قبل ما القوات الروسية توصل عندك، ورغم ذلك أنت فشلت فيها. هو مش عاوز يعترف أنه هو أساسا اتهزم في الضربة المضادة، وإن الضربة المضادة اللي أخذ عليها تريليونات الدولارات سواء إذا كان أسلحة عسكرية أو دعم لوجستي أو دعم مادي فشلت، هو مش عاوز يعترف بذلك. ثم بيقول إن روسيا لن تستطيع وقف أوكرانيا سواء بقطع المية أو الصواريخ أو أي شيء آخر. إيه ده؟ يعني شيلوه من عليا لموته يا عم الحاج، أنت مش واخد بالك أساساً أنك أنت تهزمت؟ يعني يقول لك إيه ضربة السد ديت وأي ضربات أخرى أو قطع المية أو الكلام ده كله لن يثنينا عن الضربات بتاعتنا. ضربات إيه؟ هي فين الضربات الأوكرانية أساساً؟ صور الأقمار الصناعية التي تم تسريبها ونشرتها بعض وسائل الإعلام تؤكد أن الهجوم الأوكراني المضاد اللي طال انتظاره بدأ في الظهور للوجود منذ أيام. يعني معنى ذلك الضربة المضادة بتاعتك اللي انت بترتب ليها طلعت في شنك. وقد التقطت الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية تحركات متزايدة من المواقع الأوكرانية. حدث ذلك في نفس التوقيت اللي روسيا أعلنت فيه عن صد هجوم واسع المدى من قبل أوكرانيا، وأعلنت عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة وكبيرة جدا. حدث ذلك أيضا في نفس التوقيت اللي صدت هجوم آخر وكبدت أوكرانيا خسائر أكثر. طبعا بالتفصيل احنا كنا نشرنا عدة حلقات بخصوص الضربات المتتالية من قبل روسيا، وإحنا كنا بنستغرب لماذا قامت القوات الروسية بتكثيف الضربات بتاعتها بهذه الشاكلة المذكورة سابقا. جت الإجابة عن طريق الأقمار الصناعية. زيلينسكي يطالب برد فعل دولي ضد روسيا بعد تفجير سد خيرسون.
تفجير سد نوفا. أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ العمل الإرهابي وفيديو يظهر طوفانا من المياه. زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كافكا ويطالب برد فعل دولي على هذا العمل الإرهابي. تفجير سد خيرسون يغرق المنازل ويجلي السكان، واتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. وزير الخارجية الأوكراني يؤكد تدمير سد كافكا أكبر كارثة تكنولوجية في أوروبا منذ عقود طويلة. تفجير سد نوفا في منطقة خيرسون. دي تداعيات الأحداث، دي ردود الأفعال، دي المنشطات اللي بتمتع الجميع من ان طبعا تم توجيه ضربات غير عادية وتم اجهاض الضربة المضادة اللي كانت كل دول الناتو بتخطط ليها من اجل اقتحام وتدمير روسيا. للمرة العاشرة على التوالي وخلال 48 ساعة فقط لا غير، هارد لك كل دول الناتو.